بص يا جدعان الحركه دي قرب قرب سوبر ماركت القطه التعيسه سوكا. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ طبعا معاكم القطه سوكا هنا الجربانه، وبدايه يوم جديد في المدينه الكئيبه التعيسه ديت اللي كلها ناس مفخده. انا مش عارفه ايه الناس ديت. طبعا انتم عارفين حكايتي، انا وقعت من الدور العاشر والغراب شقطني وترميت في الشارع، وبحاول اوصل لبيتي تاني بس مش عارف. الواحد عايز ينام والله. شايفين العصفورة اللي ورا ديت؟ اروح اكلها دلوقتي بس اخلص المقدمة ديت. نايمة في نص الشارع مستنية حد يعطف عليا، ولا حد معبرني حتى. انا هنا وطيب اهوهو اعمل اي حاجة، محدش بيعبرني. كل الناس بتدي العظم والاكل للكلاب، انما القطط الغلبانة الجربانة اللي زيي محدش بيعبرها. يعني شوفوا الولاية اللي جاية ديت. اي نيو نيو، بص شافتني ولا عبرتني، شايفاني قطة جربانة. انت يا اخ، انت يا اخ بص القطة جميلة ازاي. نيو لا شايفين الناس بتعملني ازاي، ولا حتى راضين حتى يحطوا لي لايك. يعني شفت يا جدعان، ولا حتى لايك ولا اشتراك ولا اي حاجة. طب لو انت بتحبني وعاوز اكمل في السلسلة ديت، يبقى تعمل لايك الجميل والاشتراك حالا، ويلا بينا ننادي على الواد عبد مندو عشان خاطر نبتدي يوم جديد في المدينة الكئيبة ديت. عبد مندو بقول لك ايه، ما تصدعنيش. بقول لك ايه، شايف الراجل اللي جاي ده ابو سكسوكة؟ تعالي ننادي عليه. يا عمو يا عمو، هات حته يا عمو، يا ابن اللذينه. طب تعالى بقى هاتي، يلا هاتي 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 هاتي. هوب احسن. ايه السندوتش واقع؟ خد بسرعه السندوتش ده، في لانشون في لانشون في لانشون، هات اللانشون ده. اجري 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 اجري، سرقت حته الاكل. الله الله، خرده خرده ده للغربان، تديني مهارات خرده، اديله خرده. دلوقتي اذا الراجل متعصب، بص الزعلان ده خلاص ما تزعلش على ديك سندوتش غيره. خد دي وقعت الوليه. اوبا يلا، ده الناس كلها تكره القطه ديت يا جدعان. طبعا يا جدعان اللي ما عملش لايك النهارده، شباب بنلعب محاكي القطه، وانا قطه السوداء اللي قدامكم ديت، ام عيون خضراء وجميله. طبعا رجاله انتوا اللي دعمتوا المقطع اللي فات باللايك والاشتراك، فعشان كده نزلت لكم يا شباب مقطع تاني لعبه القطه يا بنت اللذينه. شفتوا يا جدعان الحمام عملت ايه؟ العصفوره ديت ماشي، تعالوا نصطادها يا جدعان، تعالوا نروح نصطاد العصفوره. اهي اهي هتنزل، اهي هتنزل اهي عشان تاكل، اهي هتنزل اهي، هنقض عليها دلوقتي وهبلعها. تعالي تعملي بتبيع عليا، تعالي 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 امسك العصفوره امسك العصفوره. ودلوقتي يا شباب معانا اول مهمه النهارده، وهي لم شمل عيله البط. دلوقتي يا شباب هندور على اول بطوط، اهو اول بطوط اهو شباب في الاتجاه هذا. تعالوا يا رجاله نروح ندور على اول بطوط، عشان ام البطاطات عايزه ان انا نجيب لها البطابيط عيالها عشان خاطر يبطبطوا مع بعضهم. ايه اللي انا بقوله ده؟ الحق بص ابنها، يعني انت قاعد بتلعب بلاي ستيشن هنا وسايب امك عماله قلب الدنيا عليك؟ ابتلى ابتلى. بص يا جدعان الواد عامل ازاي، بص مبسوط ازاي بيلعب بلاي ستيشن، بيلعب مورتال امبت. تعالى لا تعالى، لوك لوك لوك، بيقول لي لوك 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 لوك، انت هتلوك لوك كتير. وات ار يو لوك، بيقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول له يا عم سيبني في حالي، انا قاعد بتفرج يا عم يا عم. ماي دادي از، بيقول لي انا هربان من ابويا وامي يا عم، مش بيخليني العب بلاي ستيشن. نجر يلا قدام يلا على البيت، يلا نجر يلا قدام يلا على البيت، يلا انت هترغي كتير. يلا يلا اختصر الكلام، مش هيجي ده ولا ايه؟ مش عارف انا كده خلصت كده، انا خلصت، انا بلغته الرساله مثلا. انت يا ابني، انت يا حبيبي، انت ما ينفعش شكله، ينفع شكله جعان والله، يمكن اديني مهاره ولا حاجه. ماشي يا عم البطه، ماشي تعال نروح للبطه الثانيه. مساء الخير بعد اذنك بقى، ما تخافش مش هكعبلك ما تخافش. عملت بتبيع عليا، ماشي بتنتقم لاختها. طيب ماشي، طارت دي طارت دي. مساء الخير، نيو نيو، انا قلت غلبانه، هاتي حته. بسم الله الله، صوريني صوريني، شوفي دي وشوفي دي وشوفي دي، صوري يلا صوري صوري. شوف ديت، شفتي انت اللي اتكعبلت فيها مش انا اللي اتكعبلت فيك، اعمل لك ايه بقى؟ طب يلا وليا حد من هنا بقى كده، تعال نروح نشوف ايه موضوع البتاع دوت. مهمتنا ايه يا شباب؟ طيب معانا مهمات هنا، بيقول لي لم شمل عيله البط. طيب فين بقى البطوطات؟ فين بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اول بطه ديت خلاص كده، المفروض لسه في بطه ثانيه عند السمكه. ايه ده؟ ثواني يا جماعه، بصوا لقيت عند الترابيزه، بصوا لقيت عند الترابيزه، استنوا استنوا. ايه ده؟ دي خرده يا عم، وانا فكرتها حاجه مميزه. ايه يا عم ده؟ المفروض يا شباب ان هنا في بطه، ولكن البطه دي فين؟ الباب ده المفروض يفتح. طب عايزين نخش جوه، على فكره البطه دي موجوده جوه، البطه ديت موجوده جوه، انا متاكد يا شباب ان البطه ديت جوه. ايه ده؟ انا ممكن اتكلم مع حاجه، ثواني. ايه ده؟
ايه ده، انا اتكلمت معاها وهي من جوه وانا من بره. طب والله مصلحه، اتسال اروح اكلم امك. يلا امك عماله تدور عليك، يلا عندي مهمه عاوز اخلصها، يلا انجز يا حبيبي. عمال يتنطط يا جدعان، عمال يتنطط. ديرجن ديرجن ديرجن، خلاص كده خلاص البطه ديت. طب ايه ده، الباب اتفتح، الغراب جه. انت هلا عايز ايه؟ يلا وات ايه بيقول يا عم؟ مش معايا خرده يا عم، بيسالني معاكش خرده؟ اوديك قبعه. ايه ده؟ ما واقف في ميه بيلعب في الميه. طب عايزين ننشف الميه ديت يا جدعان، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ دخلت السوبر ماركت، ممكن نطلع هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده الحاجات اللي في السوبر ماركت ممكن تتشال. طب مش وقتها خالص ديت، مش وقتها. طب تعالى ايه، نشقلب كده شويه في السوبر ماركت. لا اوعى تقع، اوعى تقع. ايوه ايوه، احنا كان عندنا سوبر ماركت. اوبا يلا، ده في صندوق خرده فوق، اديله. طب ده نوصل له ازاي؟ وفي مروحه هنا يا شباب شغاله، وفي بتاع سمكه. شايفين السمكه؟ او ماي جاد، محدش شايفني صح؟ لا لا، هات الصندوق ده، هات الصندوق ده. استنى، ده اهم من السمكه، ده اهم من السمكه ده. يلا يلا اطلعي، كفو 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 يا قط. يلا وقعيه بقى، يلا وقعيه وقعيه. ايوه كفو كفو كفو، نطي 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 بسرعه. او ماي جاد، انا لقيت كنز. بص يا جدعان قد ايه في الارض خرده. لم 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 لم. اوبا يلا اوبا يلا، كل ده خرده. انت بتعملي شقلبظات؟ في مروحه بتطيرني، المروحه يا جدعان بتطيرني. اوبا يلا، المروحه دي عايزين نفصلها يا شباب. هات بس الخرده دي، هات بس الخرده دي، بعد كده نشوف حوار المروحه دوت. المروحه دي بقى بتتعمل ازاي؟ اسكتي بقى كده، استني استني. ايوه ايوه بس كده، ولا عملناش حاجه اصلا؟ طيرتني طيرتني. عمركم في حياتكم شفت قطه بتطير من المروحه؟ ده انا كده زودت الطين بله. تعالى يا جدعان نلف لها يا جدعان من الناحيه الثانيه، ونطلع بقى ايه من هنا اهوت. وبعد كده لا، اصل انا هاخد السمكه يعني هاخدها، مفيش الكلام ده. احنا هناخد السمكه يعني هناخدها. حسب كده حسب كده. اوه عماله تطيرني، عماله تطيرني المروحه دي. طيب تعالى بقى نشغل دماغنا احنا. ايوه وصلت للسمكه. ايوه ايوه، ايد بقى ايد. كل 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 كل. بس انا اكلتها، انا اكلتها بس. والنبي 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 استني، والنبي يا شيخه، والنبي ما ترميني بره، والنبي. هات البطه دي، هات البطه دي، وما بتدور عليها، انا عندي مهمه، ما ترمينيش بره. اها انت واقف فرحان فيه هنا؟ والله لاكلك يا اخي، والله لاكلك. خد يا عم 10 اهوت يا عم، خد خد ال10، شوف هتديني ايه. هيديني ايه يا شباب؟ خد ال10 اهو. اداني ايه؟ قبعه. عمالين يا جدعان اديهم خرده، يدوني قبعات. شفتوا يا جدعان النصب ده؟ راجل نصاب ده. تعالوا بقى يا شباب اوريكم القبعات اللي معايا. معايا القبعه ديت، ايه رايكم فيها؟ شكلها حلو. في معايا قبعه هنا تاني، قبعه التفاحه، ومعايا هنا قبعه رائد الفضاء. ما ممكن نبقى رائد فضاء احسن ولا؟ ماشي خلينا رائد فضاء النهارده. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، انا القط الفضائي. لا بقول لك يلا، انت لسه عمال تتشقلب في المايه هنا، انا عندي سمكه رايحه اكلها. وليه رجعت المروحه مكانها؟ لا لسه. وليه المجنونه دي؟ يا وليه هات السمكه، يا وليه شالتها شالتها. لا 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 انا اسف. طب عايزين يا جدعان نرازي فيها الاولاد دي، اكعبلها. ما وقعتش ما وقعتش ما وقعتش ما نا. انا ما اكلت، انا ما اكلتهاش، انا ما اكلتهاش. يلا روحي، يلا 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 يلا. اكلتها اكلتها يا شباب، اكلتها، غفلت الولايه واكلت السمكه. حلو قوي، ادتني ادتني قوه زياده. شالتني تاني، شالتني وهترميني بره. هو انا ما ينفعش يا جدعان اسرقها الولايه ديت؟ يعني ممكن نعمل اي حاجه هنا؟ ما ينفعش صح؟ حظها بقى حظها. يلا يلا قطه، تعالى كده يا جدعان نشوف نقدر نساعد الكتكوت ده بحاجه. استنى ممكن نوقع له حاجه مثلا هنا يمشي عليها ولا حاجه، ولا هو اصلا مش محتاج مساعده، هو حابب يبلبط. مش عارف انتقم من الولايه دي، اهجم عليها اهجم. وقعت وقعت. قرب قرب، سوبر ماركت القطه التعيسه سوكا. لا تعالى خد بنانه، خد بنانه، خدي بنانه خدي بنانه. يا مجنونه يا مجنونه يا ولادي يا جدعان، ما بتحبش القطط يا جدعان. افتح يا عم. ايه ده انت بره يا عم؟ حاسب يا عم، يا عم امشي يا عم. بقول لك ايه ولادي، مش هتفتح لنا كده؟ طب احنا اتحشرنا كده يا جدعان جوه يا جدعان، عايزين حد يفتح لنا الباب ده. هو ايه يا جدعان اللي بينور هنا ده؟ ثواني كده، دي مكنه الطباعه، ممكن اصور نفسي؟ ما تهزرش، انا قاعد بعمل ايه؟ انت هتستجم هنا ياض ولا ايه؟ انت هتطبع نفسك؟ طيب هتصور نفسك؟ خلاص ده بيستجم يا جدعان، القطة عجبتها الموضوع. لا بقول لك ايه، احنا قدامنا يوم جميل وطويل لسه، ففكك فكك بالحركات دي. احنا اكلنا السمكة بتاعت الولية، تعالى بقى ناكل. الكاميرا هنا، في كاميرا في كاميرا في كاميرا، انت بتعمل ايه؟ وريني كده، بتغسلي ايدك، بتعقميها. ماشي. طب احنا عايزين نخرب. لا في بطة فوق، في بطة فوق، شفتوها؟ في بطة فوق. ايه ده؟
ايه ده؟ الحق يا جدعان، وقفت على الكيبورد فضلت اكتب. بصوا كفايه كفايه، هنخرب لها كده البتاع ده. خلاص يا خلاص يا حاجه خلاص، انا عايز اطلع بره يا جدعان. افتحوا الباب، افتح. وابا ايه ده؟ فتح 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 فتح، الحمد لله. هربت هربت يا غراب، يلا غراب هربت يلا. الظاهر كده يا جدعان في كلب قدامي، ده طبق الاكل بتاعه. ممكن نروح ايه نقلبه كده بالراحه، ممكن نعمله فيه بيبي. استنوا كده يا جدعان، طبق الاكل ده ملوش لازمه، ممكن اجيب له عظمه يديني حاجه صح؟ ايه ده؟ هيروح زام عليا زام عليا الكلب. ماشي ماشي ايوه الكلب. في طريق من هنا، استنى استنى. بص يا جدعان، لو انا زقت دي ممكن يطلع لنا منها كنز. يا عم زق يا عم يا عم زق يا عم، مش عايز زق بالبتاع اللي انا لابسها ديت. ماشي خش كده خش كده، في حاجه جوه. يلا ورينا. ايه ده؟ العظمه العظمه العظمه، تعالى تعالى نديها للكلب. او ماي جاد، حلو قوي. العظمه دي هتساعدنا يا شباب. تعالى كده، ولا اقول لك سيبها له هنا؟ هتاكد بس يا شباب من حاجه، هتاكد من حاجه، لان انا لقيت حاجه احلى جوه. بصوا كده، بصوا لقيت ايه؟ لقيت الكره دي. الكره دي يا شباب هتطلع لي حاجه، تقريبا هتطلع لي قناع، هتطلع لي قناع. يلا طلعي لي قناع. قناع بتر فلاي، ايه ده الفراشه ديت؟ تقريبا وش الفراشه. ثواني كده، لا اكيد اهو وش فراشه. استنى كده، ايه ده؟ دي توكا توكا، حلو حلو توكا توكا، شغال يعني احسن من ما فيش. كده جربنا كده نص الحاجات، خلاص بقى اطلع من السباكه دي تشتغل قطه سباكه. يلا يا عم اطلع بره يا عم، احنا قطه متسوله مش سباكين احنا. اطلع كده بره عشان خاطر ايه؟ نجيب العضمايه ديت ونشيلها ونحطها فين؟ ونحطها في هذا الطبق. ايوه حطيت العضمايه في الطبق، الكلب جه كلها. وبكده يا شباب قدرنا نسيطر على الكلب ونضحك عليه، ذكاء القطط الخارقه. وممكن كمان نستفيد، دي عماره مين دي؟ ده البيت بتاعي. ياما افتح الباب، انا واقفه تحت ياما. امي مش معبراني، خلاص خلاص كده شكرا، رموني في الشارع ونسيوني، محدش هينزل يدور عليا. هم اصلا كانوا لاقيني في الشارع ومصدقوا ان انا وقعت من البلكونه فاستريحوا مني. طبعا عشان اطلع لها ده حوار كبير جدا. فهيا يا صديقي نروح لحد، في حاجه كانت بتنور هنا يا جدعان. ايوه يا عم اهي خدتها. دلوقتي شباب تعالوا نشوف مكان البطه فين. البطه كاكا هناك اهي، البطه كاكا هناك اهي، حلو قوي. دلوقتي القط دوت اتكلمنا معاه قبل كده، في بطه هنا، البط هنا، بس فين هنا بقى؟ ما نعرفش، المفروض نلف له الناحيه الثانيه. هو تقريبا في بطه في المحل اللي ممنوع دخول القطط فيه ده. الا بطه الا بطوط، مفيش بطه هنا. ايه ده؟ في مقص هنا، في مقص هنا، هات المقص ده كده. الولايه جايه الولايه جايه الولايه جايه الولايه جايه، خدت بالها؟ ما خدتش بالها. ماشي ملوش لازمه يعني المقص ده. على فكره يا جدعان البطه ديت موجوده فوق السطح، انا متاكد، لان هي مش موجوده في المحل والعلامه بتقول ان البطه موجوده هنا. يا عم انت بقى حاسب بقى، انت هترازي فينا ليه؟ حاسب بقى يا ست انت، عايزين نطلع فوق السطح لو سمحتي. اوف وقعت لها البطيخه، دي هتنفخني دي هتنفخني يا جدعان. طيب يا جدعان عايزين نديها واحده بقى ايه جامب فوق كده، طبعا مش هينفع مش هينفع. طيب عايزين نحاول نطلع فوق يا جدعان، نطلعها ازاي دي بقى؟ ايه ده؟ يا وليه يا وليه، في يا وليه. خدي خدي خدي، تعالي خديني، ربيني ربيني، انا انا قطتك الضايعه على فكره. هي مياو مياو. الولية دي ما بتحبش القطط يا جدعان، وهتفضل تبص لي البصات ديت. لا فكك فكك. تعالى كده يا شباب نحاول نطلع، يلا يا قط يلا يا قط يلا يا قط. ايه ده انا اتقلبت في الشارع يا جدعان. تعالى نحاول نطلع من هنا، يلا يا قط 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 يلا يلا يلا. عاش، خلاص اوعى 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 بكرامتك اوعى بكرامتك اوعى. يلا يا قط 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 يلا. اوعى بقى بكرامتك اوعى بكرامتك. حلو قوي، وصلنا وصلنا لمكان جديد يا شباب، مرتفع جديد، ده مرتفع جديد. تعالوا بقى ايه نكمل كده ايه تنطيط كده اهوت. وابا ايوه اطلع فوق، خد الخرده ديت. تعالى بقى ايه نحاول نوصل للبطه كوك. ماشي بسم الله. اها في طريق من هنا، هنحاول بقى يا شباب نديها واحده جامب كده. ايوه عاش عاش عاش، وبنلم خرده. استنوا بقى نديها واحده فوق كده، ايوه بقت النطه قويه يا شباب شويه. تعالى بقى ندور على البطه، هي البطه اكيد موجوده في حته هنا. تعالى بطه يالا تعالى بطه يالا. بص اتفضل يا عم، قاعد طاير في التكييف. سبحانه سبحانه. تعالى ايه اللي هنا؟ ايه اللي هنا؟ مفيش حاجه هنا، ده صندوق. طيب عايزين بقى نشد الصندوق دوت ونحطه فين؟ نحطه على البتاع ده عشان ننزل البطه، صح كده؟ ايوه انا فهمت. انا خايف اطير معاه والله يا جدعان، انا خايف اطير معاه، ربنا يستر ربنا يستر. ايوه ايوه بس انزل يلا انزل انزل. ايوه اي خدعه، انقذت حياتك اهو. ده زعلان بيقول لي انت عملت كده ليه؟ انا كنت مبسوط. يلا عشان تروح لامك، يلا تعالى. ايه ده؟ هو كده يا شباب جاي معايا،
يعني المفروض كنت خبط القطط اللي كانت هناك كمان. يا عم ده بيطير. طب بقول لك ايه، يلا ما تيجي اتشعبط عليك ونطير سوا. بص بقى يا جماعه، بيقول لك القطه بسبعة رواح، انا بفكر ارميها على عمود الحمد لله جت سليمه، جت سليمه لسه عايشين. البطه هي اللي علقت فوق. تعالى اوديك لامك، يا تعالى ورايا الحق. بص يا جدعان بيجري ازاي، ايه اجري ايه، هز يا وز هز يا وز. اديك للكلب ده اكلك، الكلب ده بيحب البطه وانا كمان. استنى هنا عشان انا شميت ريحه بطه هنا. افتح يا ابني الباب ده، يا ابني افتح لي يا ابني الباب ده. بقول لك ايه، اخوك جوه في الغساله، اخوك جوه في الغساله. هنطلعه ازاي ده دلوقتي، هنطلعه ازاي يا جدع؟ يا جدعان حد، يا جدعان يجي يفتح لنا الباب ده، حد يفتح يا جدعان. نو نوي حد يحن علينا. استنى تعالى نشغل مهاراتنا، تعالى اتمطع قدام الناس. بص يا جدعان الحركه دي لا مؤاخذه، انت ده اللي عملت الصوت ده صح؟ مياو مياو. مفيش يا جدعان اي حد هيعبرنا النهارده، عايزين نخش ننقذ البطه اللي جوه ديت. مفيش طريق من الداري من هنا. استنى يلا استنى يلا، في طريق اهو، في طريق اهو. البطه كاكل حركه، دي حركه، دي حركه. ايوه ايوه، استنى 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 استنى، انا وصلت المكان. حلو، دخلت عن طريق التنطيط من فوق البتاع ده. استنى كده يا جدعان، المروحه دي ملهاش اي منفعه، ارميها تحت ارميها تحت. في حاجه هنا، تعالى نقع جوه الغسيل ده. يلا اوعي اوعي قط، اوعي قط، اوعي قط، خش نط في الغسيل، نط في الغسيل. تعالى كده يا جدعان، لو دخلنا في الغسيل ايه اللي هيحصل؟ في حاجه بتنور جوه، في حاجه في الغسيل يا جدعان والله. اهي اهي، استنى. اه القطط بتحب الغسيل، تفضل تعمل فيه كده. دينامت انت جاي تنامي هنا يا عم؟ جاي ننقذ البطه اللي بتتغسل ديت يا جدعان. يا جدعان عايزين ننقذ اخو الواد ده. اهو الزرار، اهو الزرار اهو. وي ايوه، في زرار اهو، في زرار اهو. ما ينفعش ندوس عليه غير لما نروح نكلمها تقريبا. تعالى كده يا شباب نتكلم معاها الاول. ايه اللي جايبك هنا؟ هلو انا هنا، انا بموت، الحقوني، طلع لي من الغساله بسرعه. وي عايز اطلع من الغساله يا جدعان. اي برامز، بيقول له وعدني ان انت هتطلعني. قال له هطلعك يا عم البطه، بس على شرط هاكل منك جناح. قال له ماشي. تقريبا يا شباب هو الزرار اللي هناك دوت اللي هيطفي المغسله صح؟ تعالى كده يا شباب نحاول نطفيها. يا جدعان ده ايه الغساله دي؟ ثواني كده، انا ممكن ارمي دي كده اهي. اوه انا اسف انا اسف انا حسب قط. خلاص خلاص، اهدى اهدى، نط كده واجري اجري اجري. خش بدماغك هنا. فصلت فصلت، قول لي فصلت. ديد يو سي؟ اه فصلت، ده طلع اهو. القطه طايره، القطه طايره. يلا كتكوت، يلا تعالى ورايا، تعالى حبيبي يلا، عشان نروح نجيب بقيه اخواتك اللي احنا جمعناهم في اول الحلقه. يا شباب هي حلقه تجميع البط النهارده. انت بقى يا عم انت طلعك من هنا ازاي؟ بص يا شباب، ما فيش حل غير بالبتاع اللي كانت موجوده جوه اللي هي المروحه ديت. ممكن نجيبه ونطيره بيها لان هي الوحيده اللي هتتجر، والبتاع دي برضو. بس احنا نجرب يا شباب بالمروحه الاول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، شد حيلك شد. يلا يلا هانت اهي، يلا يلا استاذه مروحه، يلا يلا هانت اهي. الكتكوت اهو، الكتكوت اهو، البطه اهي. يلا طيري بقى، طير 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 بس. طلع طلع، كفو. تعالى يلا تعالى يلا، اي خدعه انقذتك اهو، عد الجماعي. يلا بينا نروح ايه، نجيب اخوكم الاخير. يلا عشان اوديك عند امكم، عشان ايه امكم تديني بقيه المعلومات اللي انا محتاجها. ماشي يا رب، بس تديني مهاره التسلق ولا مهاره الطيران ولا اي حاجه. فين بقى مكان الكتكوت الاخير؟ ها هو الكتكوت الاخير تقريبا يا شباب. الطريق جده صح كده، هو في بلاي ستيشن، بيلعب بلاي ستيشن. طيب عايزين بقى نطفي له جهاز البلاي ستيشن اللي عامل له ايه. تعالى كده يا شباب نشوف الكهرباء جايه منين. الكهرباء الكهرباء الكهرباء، استنى اهي فوق، اهي علامه الكهرباء، خطر اهو. حلو قوي، هنطلع له بقى ايه من هنا. في سهم اصلا هو بيقول لك اطلع كده اهو، واطلع كده اهو، ويمشي على المواسير يا باشا. في شريط فيديو تحت هنا، نمشي كده. ايوه كهرباء اهي، اقفل يا باشا الكهرباء من هنا. شكرا، ارجع لورا. قفلت، ايه ده؟ دي ميه مش كهرباء. اه انا حرقت الكهرباء، خلاص تمام 100 100. تعالى بقى حبيبي، تعالى لي تعالى لي، تعالى نروح لماما كده. يا شباب انا معايا كل البطاطات، بس يا شباب انا رايح اجيب رايح للبطه الزعيمه اللي هي ملكه البط. انا اصلا يا جماعه ناسي مكانها فين، انا اصلا ناسي مكانها فين. انا مش عارف اطلع هنا يا جدعان، انا مش عارف اطلع هنا يا جدعان. استنى ممكن نطلع كده. طب ايوه الطريق اهو يا جدعان، الطريق اهو، الطريق اهو يا جدع. البط معلش يا شباب ساحلني، مش مخليني عارف اركز. بس لقيت كنز، انا لقيت كنز جوه اهو، شنطه خرده، صندوق خرده. يلا كسر، ايه ده ما اتكسرش، ما اتكسرش والله حرام يا عم، والله حرام. طب ده انا اكسره ازاي، اكسره ازاي يا جدعان؟ ما حد يا جدعان يساعدنا يا جدعان في تكسيره يا جدعان. مياو، كسره لي يا عم. امتى كسر لي البتاع ده؟ كسره لي، انت هتصورنا؟ شايف قطه ماشيه ببط، ما انت حقك تصورنا، ما انت حقك تصورنا. طب عايزين يا جدعان نكسره يا جدعان، حول الله يا رب. ده كنز. ايوه
اتكسر، فضلت طالع بيه لحد ما كسرته. القطط يا جدعان ملهاش، بصوا ملهاش حدود، تقدر تعمل كل اللي نفسها فيه. ده كنز يا جدعان، كان فين البرطمان ده وانا بجمعه من الغراب، فاكرين؟ ماشي، دلوقتي احنا عايزين نروح للبطه الزعيمه اللي انا ناسي مكانها. ايوه لقيتها، تعالي. 1 2 3 4، ايوه كل عيالي. شكرا ليك يا عم القط، شكرا ليك جدا، اديتني جايزه يا شباب. طب والله كاب حلو. طب ادينا ايه تاني يا رب؟ تديني بس ايه حاجه كده، ايه من اللي قلبك يحبها. ماشي. وستو بيقول لي من مهمه تانيه ولا ايه؟ children please مش عارف ايه، thank you welcome، حاجه تاني؟ خلاص كده، وي لاف يو كيتي، احنا بنحبك ايها القطه. ماشي كده الشباب سكان المدينه كلهم بقوا بيحبوني وهيساعدوني، واديتني قبعه القطه، ده شرف كبير جدا ايها المعلم البطوط ان انا البس البطه بتاعتك. اوكي ليتس جو. ده طلع راجل، ما طلعش ام. ماشي خلاص كده، مبسوطه، ساعدنا القطط. ايه ده، سمحوا لنا نخش مزرعه القطط. طب حلو والله، قصدي مزرعه البط، حلو قوي. تعالى بقى ننزل ايه، نعوم معاهم. وي ايه ده، انا نسيت صح، انت بتخافي من الميه، انا اسف. ايه ده، لقيت كنز جوه. طب مصلحه، هاي بطه، ايه النومه الغريبه اللي انت نايماها ديت؟ طيب بعد اذنكم يا استاذه بطوط، بيننا بين اصحاب يعني، وجبت لك عيالك افتش بس البيت بتاعك كده على اي خرده. ايه ده، لقيت كوره يا شباب، قبل ما ننهي الحلقه. طب والله كويس، عشان نجرب الكوره والقبعه والحاجات كلها. تعالوا كده يا شباب نشوف هتطلع علينا ايه، دي مهاره ولا قبعه؟ قبعه السحلفه. طيب حلو، تعالوا بقى يا شباب كده نجرب قبعه من القبعات ديت، مثلا قبعه رجل البطه. اهوت يا شباب، الله لا جامده وفيها كاب وبتاع ومش عارف ايه، لا شكلها جامد يا جدعان، شكل القبعه ديت اجمل قبعه لقيتها لحد دلوقتي في اللعبه ديت. دلوقتي يا شباب كده خلصت حلقه النهارده على الفيسبوك الجميله ديت، كده احنا عملنا مهمة البطة، المهمة طبعا الجاية، ايه ده انا كسبت حاجة، والله كويس، عمال اكسب حاجات بالتنطيط. ماشي المهمة الجاية يا شباب بقى ايه، اكون موجودة الحلقة الجاية ان شاء الله. اهم حاجة شباب تعملوا لايك للفيديو دوت، وتكتبوا لي كده تعليق جميل، وتقولوا لي في من حبك عبده مندو كوماندو، عشان اعرف ان انت وصلت للحتة دي من المقطع، وعامل لك لايك على التعليق بتاعك. وممكن كمان لو انا لقيت نفسي النهاردة قاعد فاضي اقعد بقى ارد عليكم في الكومنتات كده، نقعد نتكلم بعضينا في الكومنتات. واشوفكم يا شباب الى الحلقه الجايه، وسلاموز بالقطط والموز.